زي ما قلنا قبل انه في كثير جدا من المحفزات في السودان للابداع وللفنون باشكال المختلفه وللتعبير عن السودان ارضا وانسانا وموروثا ثقافيا، وبيبقى الاتكاء على الحضارات السودانيه القديمه هو واحد من اهم مرتكزاتنا ومميزاتنا احنا السودانيين. وكثيرا ما نتحدث ان السودان هو ارض الحضارات واصل الحضارات، عشان كده بنلقى كثير ايضا من سلوكياتنا الان في هذه الايام هي مستمده من ثقافه سودانيه قديمه انتشرت في عدد من المدن والبلدات، وكثير من الاسماء ايضا ما زالت مستمره حتى يومنا هذا لعدد كبير من المدن السودانيه اللي كان لها اسهام الواضح مش في تاريخ السودان فقط وانما في تاريخ الانسانيه. مروي كواحده من المدن السودانيه الانسانيه ايضا هي محطه يجب الوقوف عندها في صباح الشروق. لا شيء أجمل من أن يحمل التاريخ حضارة إنسان وعراقة جيل يعتز بما اعتز به الأولون. مناطق الشمال بصفة عامة وفي أجزائها الجنوبية بصفة خاصة نجد وبشكل واضح عبق ذلك التاريخ، مواقع ومعالم، رموز وشواهد تجسد في مجملها أعرق الحضارات الإنسانية. وبما أن مواقع الآثار تمثل جزءاً من واقعنا وبيئتنا المحيطة وبقدر ما تحوي من مقتنيات فترات زمنية قديمة، نجدها وبالذات القدر تمثل رمزاً لارتباط الناس وتواصلهم، خاصة جبل البركل الذي يقف شامخاً على مر الدهور والعصور. معالم هذه المناطق القديمة والحديثة تشكل واجهة من واجهات الجمال ولمسة للروعة والإبداع، ذلك حينما يقصد الزائرون إحدى تلك المعالم التي اكتسبت شهرة واسعة رغم حداثتها ورغم وجودها على بعد أمتار من موقع جبل البركل وهو البيت النوبي والذي أقامته سيدة إيطالية بغرض الاستثمار في المجال السياحي. منطقة الكرو والتي تقع على بعد 14 كيلومتر جنوب مدينة كريمة تعتبر من المعالم التاريخية المهمة والتي تعبر مدافنها عن فترة موغلة في القدم، حيث تحوي ثلاثة مدافن للملوك الكوشيين وللملكات الكوشيات ومدفناً للخيول. على الناحية الغربية من منطقة الكرو نجد الغابة المتحجرة والتي أصبحت على هذه الشاكلة لأسباب غير معروفة، حيث يعتبرها الأهالي من الأمور الغريبة والتي تحتاج إلى إجراء الدراسات حولها، إذ يتحسس الزائر لها أشجاراً من الصخور وفروعاً من الحجارة. أشجار النخيل إلى جانب النيل تمثل إحدى المعالم المرتبطة بالطبيعة، كما تمثل رمزاً للإنسان الذي بدوره بادلها الحنين والرعاية، كما أنها تعتبر مورداً أساسياً لاقتصاد الأسر لدورها المتعاظم في الحياة اليومية. إنسان الشمال وبطبعه متواصل ومحب لغيره من الناس، كما يعتبر الشمال من أكثر المناطق أمناً واستقراراً منذ قديم الزمان، الأمر الذي حدا بعدد من الأسر والقبائل النزوح شمالاً، حيث عرفت المنطقة الجنوبية هجرة بعض الأسر اليهودية وانصهارها في النسيج الاجتماعي كما يصفه بعض الباحثين. ويبقى الإنسان على اختلاف العصور ذاكرة حية للتاريخ المكتوب والمنقول، وتبقى المعالم شاهدة على تقادم الزمن وتواصل الأجيال. تحية لكم مشاهدي الكرام من جديد، نتواصل معكم ونحيي زميلنا أحمد هلالي على هذا
الإبداع والنقل لنبض التاريخ والحضارة السودانية المليئة دائما بالكثير. وهناك أكثر، أنا دائما أوقن أنه لم يكتشف بعض لحضارة السودان وأصل وعراقة السودان. وهذا التاريخ امتاز بكثير جدا من الرجال ومن الأسماء الكبيرة لممالك مختلفة، قدموا الكثير جدا، والتاريخ عرفهم كأسماء وكشخصيات مهمة جدا.